الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع سورة الشورى ومع الآية 16، وهي قوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم باحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ولكن نعود قليلا إلى الآيات السابقة: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا. الحجة هنا معناها الاحتجاج. أحيانا الإنسان يتشبث بالباطل، يرفض المناقشة الحرة، يرفض الأدلة القرآنية، تأتيه بالقرآن لا يقبله، هذه الآية مو هيك معناها، لك تأتيه بالحديث الصحيح لا يقبله، تأتيه بأقوال العلماء لا يقبلها. هو يقبل دين وفق شهوته، وفق هواه. فإذا كان التحاجز انقطع أو امتنع أو لم يحدث التحاجز، ما في مانع. لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله يجمع بيننا وإليه المصير، وعنده حينما نرجع إليه ينبئنا بما عملنا. أنت على حق وأنت على باطل، أنت صادق وأنت كاذب، أنت محسن وأنت مسيء. أما الإنسان بالدنيا يستخدم ذكاؤه لتغطية عمله، بيقنعك أنه على حق، الحقيقة هو عم بفلسف المعصية. كثير في مذاهب أرضية مبنية على فلسفة المعاصي والموبقات، فلسفة أنه الإنسان لما الله أعطاه عقل كي يرقى به إلى الله، كي يتعرف إلى الله، فلما أراد الدنيا وجد معه جهاز عجيب. ممكن تستخدم جهاز تصير أكبر مصمم مثلا، هالجهاز استخدمته بتزوير العملة أم دخلت السجن فيه، هو نفسه ممكن ترقى فيه إلى أعلى مستوى اقتصادي، استخدمته استخدام آخر في غير ما صنع له. المركبة ممكن تنقلك إلى هدفك، ممكن تكون عكس ذلك. فلذلك لا حجة بيننا وبينكم، إذا انقطع التحاجج بين الناس مو مشكلة، في آخرة وفي إله يعلم وسوف ينبئ كل إنسان بما عمل. الله يجمع بيننا وإليه المصير. العلماء قالوا هذه الآية فيها 10 قضايا: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. من الآيات النادرة 10 قضايا فيها الآية. أحيانا الإنسان لما يناقش أهل الدنيا وقد يكون مؤمنا عالي الإيمان، أحيانا يعجز عن مناقشتهم، لا لأنه ضعيف الحجة، بل لأن ليس بينه وبين الطرف الآخر لغة مشتركة. يعني أنت مؤمن بالآخرة، هو الآخرة خارج حسابه طبعا ما بيتناقشوا. إذا إنسان آمن بالآخرة بحياة أبدية والدنيا مزرعة الآخرة، فهذا له منطلقات وله أهداف. لو تناقش مع إنسان كافر بالآخرة ما بيلتقوا. هذا المال عنده كل شيء، الشهوات كل شيء، المكاسب كل شيء، ما دام ما في حساب ولا في آخرة، إذا يعد ذكيا إذا حصل أكبر مبلغ ممكن بأقل جهد ممكن. معنى إذا واحد هرب مادة مخدرة يكون ذكي جدا لأنه جاب أموال طائلة بجهد بسيط، لكن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ما بيقدر يساوي هيك. في عنده مبادئ، في عنده أهداف. إذا أحيانا ينقطع الاحتجاج بين الناس.
لا لأنهما على باطل، لا، قد يكون أحدهما على حق، إلا أنه حينما لا يكون هناك لغة مشتركة ولا مبادئ مشتركة ولا قيم مشتركة الاحتجاج ينقطع، وإذا انقطع الاحتجاج بين الناس في آخرة. كلنا إلى الله آيبون راجعون، والله سبحانه وتعالى ينبئ كل منا بعمله وبمستواه. الآن والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. يعني الله عز وجل أنزل هذا الكتاب على عبده، وعبده النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله، والناس استفادوا واستجابوا واطمأنوا وسعدوا وتألقوا على الرغم من كل هذا الإنجاز العظيم للدين. شوف المؤمن كيف منضبط، منضبط أشد الانضباط. امرأة علمت أن زوجها تزوج امرأة ثانية لكنها مؤمنة فرضيت، المرأة الثانية أيضا مؤمنة، توفى الله هذا الزوج، ما كان من الأولى إلا أن أرسلت للثانية نصيبها من الإرث، فقالت لها الثانية لقد طلقني قبل أن يموت، ليس هذا من حقي. شيء لا يصدق أنه إنسان يقف عند الحدود بهذه الدقة. هذا المؤمن، هذا مطبق في كل نواحي الحياة، في البيع والشراء، في التجارة، في التعامل. إذن والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له، لما الإنسان استجاب لله صار إنسان كامل، تثق بأمانته، تثق بكلامه صادق، تثق بإخلاصه مخلص، تثق بعفافه، تثق بإنصافه منصف، على عفيف، على أمين، على صادق، تثق بإحسانه محسن، تثق بإنكاره لذاته. هالشخصية الفذة التي صنع الدين بعد هذا الإنجاز الضخم تحاجج في هذا الدين وتحاول أن تثبت العكس، وأنه الدين عبارة عن خرافة، وأنه شعور بالضعف عند بعض الناس، كلام غير معقول. والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له، يعني الله عز وجل الناس استجابوا وطبقوا وسعدوا وتألقوا وارتقوا. يعني شوف مجتمع المؤمنين، ما في كذب، ما في تدليس، ما في غش، ما في يعني خداع، ما في أعمال منحطة، ما في قذارة، ما في على الأعراض عدوان، في عفة بالغة. طيب هذا المجتمع المؤمن الراقي، هذا أليس دليل عظيم على أن هذا الدين حق؟ يعني إذا كان أنت جامعة ما شفتها، لكن شفت خريجي الجامعة، لقيت علم ما بعده علم، أخلاق انضباطية، روح موضوعية، اندفاع إلى خدمة الناس، إنصاف، اعتدال في الأجور، شو الجامعة يا أخي؟ دليل الجامعة التي خرجت هؤلاء. فأنت لو الجامعة لم ترها ولم تدخل إليها، لكن أنت أمام نماذج من خريجيها. فهذا الدين اللي قدم نماذج، والله أخ بعث لي رسالة مرة قال لي 20 مليون ليرة في ذمتي لا يملك أصحابها أي وثيقة ولا علم أنها عندي. توفى الأب، توفى فجأة وما أعلم أهله بذلك، بادر إلى نقض هذا المبلغ للورث، وإذا لم يفعل ذلك لا أحد يداعيه إطلاقا، يعني قضية بينه وبين صاحب المال، وتوفي فجأة. فإيمانه دفعه إلى أن يؤدي هذا المال لصاحبه للورثة. الإيمان يصنع المعجزات يا أخوان، يصنع المعجزات. صور مجتمع ما في كذب، يا لطيف، شيء لا يصدق، مجتمع ما في كذب أبدا، ما في انحراف، ما في خيانة، ما في عدوان، في إنصاف، في رحمة، لكنا في حياة غير هذه الحياة. نحن أيام مجتمع صغير تلاقي فيه قيم، الإنسان يرتاح، يسعد، يطمئن. هل إذا أخ مثلا ذهب لعند أخوه له مصلحة، كله طمأنينة أنه حينصحه وما حيغشه وما حيزيد بالسعر عليه وما حيكذب عليه، سر الطمأنينة أنه مؤمن يخشى الله. أما إذا أنت دخلت لواحد لا يعرف الله بتخاف منه، بدك تقيده بعقد، بدك تخاف يحط قطعة مستعملة مكان قطعة جديدة،
بتخاف يكذب بالسعر، بتخاف يغافلك بقضية، بتخاف يأخذ البنزينات، بتخاف يبدل قطع بالسيارة، ما بترتاح له أبدا. أما المؤمن ترتاح له. هي من ثمار الإيمان. الإيمان بربي أشخاص صادقين، أشخاص مخلصين، أشخاص أمناء، أشخاص منصفين، أشخاص متواضعين. فبعد أن استجيب لله وتألق الناس والآثار واضحة جدا، يأتي بعض الناس ليدحضوا أصل الدين. هي غيبيات، أفكار ليست يقينية، بيقول لك هذا اتجاه غير صحيح. قال حجتهم داحضة عند ربهم، يعني حجتهم مردودة بألف دليل ودليل، بالدليل النقلي والدليل العقلي والدليل الواقعي والدليل الفطري. الفطرة تؤيد والعقل يؤيد والواقع يؤيد والنقل يؤيد. حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. بعدين الإنسان أيها الإخوة الكرام بيكون غلطان أشد الغلط وشقي أشد الشقاء لو وضع نفسه بخندق ضد الدين. دين الله عز وجل، الإله معه، الخالق معه. فعل هذا فرعون كان مصير الغرق، فعل هذا قارون انتهى، فعل هذا النمرود انتهى. هي التاريخ، الذين عارضوا الدين بقوا في مزبلة التاريخ. فأنت بطولتك أن تكون في خندق المؤمنين داعما لهم، معينا إياهم، مصدقا لهم. يعني الإنسان أخطر شيء لما بيأخذ موقف معادي للدين أو معادي لمن يعني سمح الله لهم أن يكونوا دعاة في هذا الدين. طبعا هم غير معصومين، لكن مو لازم نحن نشرحهم، لازم نحن نعينهم، نشجعهم، يعني نغض البصر عن بعض الهفوات حتى الحق يتقدم. يا أخوان في نقطة دقيقة جدا، هذا الباطل عم يتمدد بحكم طبيعة الحياة. الحياة حركة، الحياة حركة، وكل إنسان بيحب ينمي اتجاهه. فإذا الباطل تنامى عم يتنامى والحق ما تنامى بتحاصر الحق. إذا التواصي بالحق سبب لبقاء الحق، قضية وجود نكون أو لا نكون. يعني إذا كان الحق منحسر ومنكمش والمسلم متقوقع وقال ما دخلني ويصطفله، إلك ابن أخ انصحه، إلك ابن أخ انصحه، إلك أخ انصحه. هالآية اللي سمعتها، انقل لأخوك، لابنك انقل، انقل لجارك، لزميلك بالعمل. لا تكون منكمش، لأنه العمل الصالح من لوازم الإيمان. إذا يجب أن ينمو الحق حتى يحافظ على وجوده. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الآن الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. بعضهم قال الميزان هو العدل، يعني في بالقرآن الكريم مبادئ للعدل، مبادئ كثيرة، في تشريع الزواج، تشريع الطلاق، تشريع التعامل البيع والشراء، تشريعات كثيرة في القرآن. هذه التشريعات هي في الأصل مبادئ للعدل، ومبادئ العدل هي الميزان. هذا تفسير. في تفسير آخر الميزان هو العقل، ممكن زين فيه الأمور. ربنا عز وجل جعل القرآن مع العقل متكاملان، وجعل الكون مع العقل متكاملان. في آية أخرى والسماء رفعها ووضع الميزان، وهي الآية الثانية تنتين ما في غيرهم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يعني ما قيمة الكون من دون عقل؟ العقل قوة إدراكية. طيب ما قيمة العقل من دون كون؟ يتكاملوا. ما قيمة هذا الكتاب من دون قوة إدراكية عند الإنسان؟ الله قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذا كان مخلوق ما عنده قوة إدراكية هل ينفعه هذا الكتاب؟ لا ينفعه. إذا من لوازم هذا الكتاب يكون الله عز وجل أعطانا قوة إدراكية ندرك ما فيه من مبادئ، من تصورات، من قواعد، من أوامر، من نواهي، من حكم. إذا الميزان هنا إما أنه مبادئ العدل التي جاء بها القرآن والتي تحكم بين الناس بالعدل، وإما أن هذا العقل الذي لولاه لما كان لكلام الله من معنى. بالعقل ندرك كلام الله، فالعقل وكلام الله متكاملان، كما أن الكون والعقل متكاملان، لا نفع لأحدهما من دون الآخر.
وما يدريك لعل الساعة قريب. الساعة كما قال بعض المفسرين يوم القيامة، يوم البعث. لماذا هي قريب؟ الإنسان لما يتحرك وصل، معناته كان دخل أول جامعة أخذ ليسانس، خلص أخذ ليسانس، ما دام دخل مشي، 4 سنوات تمضي كلمح البصر. ما دام القطار انطلق وصل، ما وصل خلص وصل، ما دام انطلق مشي. هذا معنى كل متوقع آت، كل آت قريب. وما يدريك لعل الساعة قريب، هي آخر جمعة صلىها، هي آخر مثلا عمل ساوى، هي آخر بناية عمرها، في أجل. ما دام الأجل ثابت وأنت متحرك معناه وصلت، ولو لم تصل. هذا معنى قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ما دام السماء جاء كأنه أتى، ما دام أنت ماشي باتجاهه وصلت معناته. إذا الإنسان لما يضع ساعة الفراق نصب عينيه بيكون أسعد الناس، مهيئ نفسه. شركة طيران هي نادرة جدا، تقول لك الإقلاع في ساعة نخبرك عنها فجأة بالهاتف بين 12 ظهرا و 12 ثاني يوم الظهر، 24 ساعة. فإذا كان أنت معك دقيقة بس تطلع من بيتك تركب السيارة تكون بالمطار، وبأي لحظة بيخبروك ضمن 24 ساعة، أليس من العقل أن تهيئ نفسك من أول ساعة؟ من أول ساعة هال 24 ساعة بأي لحظة بيخبروك، وما معك وقت ولا بينتظروا. معناها الحكمة تقول يجب أن تهيئ نفسك من أول لحظة، بأي لحظة خبروك أنت جاهز. والموت كذلك، الموت لا ينتظر. ترى مصفي حساباتك، علاقاتك، في علاقات شركة، علاقات زمام، علاقات، في شيء مو واضح، عمل وصية، الأمور كلها واضحة، في شيء مو إلك كاتبه باسمك ومو إلك مثلا، هذا كله الإنسان بده ينتبه له. وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها استخفافا. أنت يا سيدنا أكثر الناس يسألون عنها استخفافا، والذين آمنوا مشفقون منها. لو تقرأ تاريخ الصحابة تجد العجب العجاب، أنه إنسان يخاف هذا الخوف. سيدنا عمر: ليت أم عمر لم ترد عمر، ليتها كانت عقيمة، ليتني ألقى الله لا لي ولا علي. معناها الإنسان كل ما كبر عقله بيكبر خوفه. أنا مرة فت لمعمل لقيت صاحب المعمل مهتم جدا، غير قال لي الجسر طائق بالنص، والله ما شفت شيء أنا. بعدين لقيت فعلا في شق صغير، الماء المالح بأساسات المعمل فتتت التربة من تحت الاستناد فانزاحت العضاضة انكسر الجسر. قال لي بده 400-500 ألف تدعيم، وبده. قلت له شافه دهام له بده معجون. في فرق كبير بين مهندس دكتور مهندس له بدك 500 ألف تدعيم بين معجون، فرق كبير كثير. فكل ما الإنسان علمه ازداد بيزداد خوفه. إذا الطبيب أيام بيكون في أمراض خطيرة بس ما لها أعراض، ممكن تظهر بالتحليل تتغير لونه الطبيب، ما في شيء لك، ما في شيء، ما في شيء، لكن هذا الجاهل. أما العالم بيعرف شو فيه. فكأن الخوف بيتناسب مع العلم، كل ما ازداد علمك بيزداد خوفك، وكل ما قل العلم إيش صار؟ بيقول لك كلمات الاستخفاف واللامبالاة دليل الجهل. في قدوم على الله عز وجل. والله كل كلمة، والله وهذا إيماني، كل كلمة وكل نظرة وكل ابتسامة وكل مبلغ بتقبضه منين قبضته، وكل مبلغ بتدفعه لمين دفعته، ليش دفعته، ما هي النية. فإذا الإنسان عرف أنه في سؤال دقيق وفي حساب والنوايا مكشوفة عند الله عز وجل. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا أيقنت أنه في وقفة لا بد منها وفي حساب دقيق وما معك حجة، لذلك النبي قال: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. من معاني الحديث علاقتك مع الله. إذا أنت معك حجة لله، معك مبرر، ما في مانع. يعني أنت دائما راقب الله، هيئ جواب لله بكل واحد منا بأي حرفة. اترك الناس، قد يكون الشخص ضعيف أمامك ما بعرف، قد يكون جاهل. إذا أنت على جانب من العلم والطرف الثاني جاهل، له بدي 18 تحليل، لك حاضر دكتور، بحكي ولا كلمة،
واثق منك لأنه بس الله بيعرف إذا كان 18 كلهم بدك ياهم لما نصهم ما بدك ياهم يعرف الله عز وجل. أنت مكشوف عند الله عز وجل، مكشوف كشف كامل. قبل ما تحكي تطلب ترفع السعر تنزل السعر تحلف يمين كذب تدلس تغش وقف معك لله جواب، هيئ لله جواب وانتهى الأمر. والذين آمنوا مشفقون منها، إذا ما بينخلع قلب الإنسان خوف من الآخرة بيكون ما له مؤمن. التقيت بأربعين صحابيا ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقا، شدة خوف من الله، ما يرضى عن نفسه إلا إبليس. أما المؤمن قلق، في عنده قلق مستمر، هذا قلق مقدس، لكن مو قلق العقاب، في قلق العقاب، أما قلق المقدس يا ترى الله راضي عني، يا ترى عملي مقبول عنده، يا ترى نيتي طيبة، يا ترى إلي مقصد دنيوي، دائما بيحاسب نفسه. الحساب المستمر يرقى به، يا الله أقسم بالنفس اللوامة، قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وكل ما لمت نفسك وشديت عليها وحاسبت حساب عسير واتهمت وحاولت تقومها فأنت مع السعداء. فالذي لا يؤمن بها يستعجل بها استخفافا. قال والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يعني إذا الإنسان ما دخل الآخرة في حساباته اليومية، كل واحد منا ندخل بحساباته أشياء كثيرة، ندخل بحساباته أنه هالمادة هي يمكن يسمح باستيرادها، بدك أخذت على الخفيف صحيان، تلاقي التاجر كل القضايا واضحة بذهنه، فليش ما الأمور الأخرى واضحة نفس الوضوح؟ ليش ما بتدخل الآخرة بحساباتك اليومية الآخرة؟ كيف بدي واجه ربي وهالحاجة مؤلي؟ اغتصبت اغتصاب، كيف بدي واجه ربي وأنا عم دلس بالبيع والشراء، عم بيع مواد غذائية وفيها مواد مسحوب خيرة، حليب مسحوب ما في دسم أبدا، عم بيعه كامل الدسم والأطفال كلهم صغار ما بيعرفوا، كيف بدي نام عشية؟ أنا والله أعجب، والله أيها الإخوة أعجب ممن ينام الليل ومتلبس بحقوق العباد أو له انحرافات أو آكل حقوق ليست له. كيف بتنام؟ في واحد ديان لا يغفل ولا ينام. فأبدا إذا كان في للعلم مؤشر، المؤشر الخوف معه تماما، كل ما ازداد علمك ازداد خوفك من الله. علم مرة واحد كنت بروية سابقا قال لي أنا ما بخاف من الله، طالب هيك أرعن شوي، قلت له معك حق. بقى هو استغرب كيف، قلت له طبعا يام بياخذ الفلاح ابنه معه على الحصيده، ابنه يكون عمره سنتين بحطه بين القمح بمر ثعبان هالتخن، ما بيخاف الطفل الصغير، ادراك ما في، لان لو شافه رجال بينص من خوفه، اما اذا كان طفل رضيع ما بيخاف من الثعبان بيلحمس عليه كمان. فالخوف بيتنامى مع الادراك. الايام الطبيب بيعرف الجراثيم، الايام بيعرف شو مضاعفات شيء غير مغسول، رأسا بيغسل بيعتني قد مشايف حالات مرضية وإنتانات وعدوى وأمراض. فأبدا بتنام الخوف مع العلم، فالعلم هو مفتاح كل شيء. وقل ربي زدني علما، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، إذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، إذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. الآية دقيقة، الذي يستخف بها غير مؤمن والمؤمن مشفق منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. نعم، والإنسان لا يكون في خندق معادي للدين، هذه نصيحة كبرى. يعني إذا كان طبعا هو كلنا مؤمنون والحمد لله، بس أيام بيكون له شريك أشد ورع منه، هو عم يأخذ الأمور بالحل الأبسط، إذا كان شخص كان أورع لا تعادي، إذا كان شخص ما حب الاختلافات عادي، أنت لا تأخذ موقف ضد المؤمن الورع. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ندخل في قوله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، والحمد لله رب العالمين.